نحن ربحنا عملنا خويا علي والوتور والسنه زاد كيف كيف والاسبيرونس ديما ما توقفنيش راهو هذه معروفه راهو النادي الاهلي البنزرتي ديما الاسبيرونس ما توقفنيش خوف الماتش واللي يربح صح عليه انا ما نعرفش عليك جينا ترجي مانيش عارف انا اخويا نحس روحي مانيش بنزرتي وين نمشي نتفركس وين ماشي شتا خلي اخويا شوم لاباس يا اخي تروح لاسبيرونس ديما الحاكم يبدا معناتها يبدا واقف وقفه صعيبه ياسر مع جمهور السيابي خاصه وجمهور لاسبيرونس هذا كيف كيف ما ننساوش حكاية السردين اللي غنيوها في الفيستير نتاعهم وان شاء الله اليوم يراو السردين ايش باش تعمل فيهم. كنا نلعبوا مع الاسبيرونس مثلا خايفين هكا توا ولينا نلعبوا معاها كي نخرجوا بتروح طاولا ما يساعدناش. هيثم الراجدي شويه حياد وكها ما يسالش يعني كلنا ولاد تونس واحد ما فيها باس يعني ينقص شويه في الميولات شو ما نقولوش للتاريخ ان شاء الله زينه ان شاء الله مربوحه يا رب ان شاء الله زينه ان شاء الله مربوحه وينورونا الاولاد اليوم وان شاء الله نروح رياضه تيم بليس في لقاء النادي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي السؤال المطروح هو كيفاش باش تكون المباراة بين زوز فرق كانوا يتنافسوا في الموسم الفارض على لقب البطولة. زوز فرق اللي كانوا يغيب عليهم بعض من اللعبية كيما بن مصطفى في النادي البنزرتي مساكني ونيونغ في الترجي. المدرب نبيل معلول يبدأ بيوسف البليلي كأساسي، البليلي اللي حاول منذ البداية المباغتة والكرة الجانبية. النادي البنزرتي يرد الفعل بعد ركنية العربي جابر لكن بن شريفية يتدخل. بعد الفرصة هذه مخالفة للترجي خليل شمام في التنفيذ إيهاب المساكني في الموعد والبقية هدف أول للترجي بعد 13 دقيقة مع تطبيق سيء لخط التسلل من دفاع النادي البنزرتي. التغيير الأول في تشكيلة الترجي جاء على بكري بعد إصابة كلوتي اللي غادر ويأخذ مكانه هيثم الجوين. سيابي يحاول يرجع في المباراة بعد عملية فنية منور حضرية يراوغ يسدد والكور على القائم. نادي البنزرتي يزيد الضغط، محمد علي المهذبي في موقع ممتاز يسدد لكن كورته جانبية. مردود الحكم سعيد الكردي في الحقيقة عرف احتجاجات كبيرة، خاصة بعد انفراد جويني بالحارس البجاوي والحكم يعطي ورقة صفراء المهاجم الترجي. تقدير نحن كوني ورقة حمراء للسيد بتاع ديفونسور بتاع سيابي اتضح اللي هو اعتبر ورقة سيميلاسيون للاسم، مش معقول. في الشوط الثاني كان من المنتظر أن نادي البنزرتي هو اللي يمشي للهجوم لكن الترجي كما بداية المباراة كان هو المبادر إيهاب المساكني في مرة أولى يسدد لكن كرته ضايع ثم البليلي وحسن البجاوي موجود. التغييرات الاضطرارية تتواصل في الترجي خليل شمام يصاب ويأخذ مكانه شاكر الزواغي ويمشي بن منصور كظهير أيسر. في الدقائق اللي بعد النادي البنزرتي هاجم المهذب يسدد وكرته جانبية. نادي البنزرتي ديما في الهجوم ويوسفا يضيع على فريقه هدف التعادل والمباراة تولي فرصة بفرصة وشاكر الزواغي في خطة مهاجم ميقاسية وتدخل جميل من حسين البجاوي وهكا توفى المباراة على انتصار الترجي واحد بلاش في مقابلة عرفت احتجاجات كبيرة.
احتجاجات كبيرة. المنافس نتاعنا امبورت بو بالنسبة لنا احنا، عمره ما نعلقوا معناها نحضروا تحذير خاص المنافس مهما تكون معناها اسم المنافس. الترجي هي معناها اقوى فريق حاليا، يلزم المنافس هو اللي يحاول يتاقلم مع الترجي الرياضي التونسي. لعبنا جبنا فيكتوار معناها مهمة جدا، كاترين فيكتوار كونسيكوتيف بالنسبة لنا احنا. الترجي الرياضي التونسي اظهر انه معناها لما يتضرب بالكاو كيما لغه البوكس ما يتيحش، يقعد واقف على ساقيه. وكم شفتوا معناها كان جات كيب اخرى في مكان نحن ما كانتش معناها تعمل سلسله النتائج الايجابيه هذه. الماتش بليزون، ماتش فيه برشا اونشينمون، فما فوليوم دو جو محترم من الاسبي من سي ا بي. ليسبيرونس كي تشوفها كيفاش قتلت الماتش تقول لي شكون كي دوميني. حقيقه سي ا بي كي دوميني، خلقنا اكثر من فرصه ما جسمناش، لا كونكريتيزاسيون هي اللي نقصتنا. اللي عمل الفارق معروفه ليسبيرونس كي ما تلقاش لي روبير نتاعها. لي بالاريتي هذه كنا قارين الحساب، رينا شفنا في الفيزيوناج، كلمنا عم لاعبيه نتاعنا، لكن فما حقيقه هي المورفولوجي نتاعنا ومتاع السي بي ماهيش باريك. اليوم اكتوف جاونا برشا فرص كنا نجموا نجسموا واحده ولا اثنين، يعني كنا نجموا نوفيو الماتش مقابل التعادل ولا نوفيو الماتش رابحين. على غالب يعني كما نادي رياضي بنزرتي يعني في الطريق الصحيح. نادي رياضي بنزرتي جمعيه كبيره ومش على ماتش نيل ولا على ماتش خساره باش ندخلوا يعني في تدخل فينا الدوت ولا نقولوا لا كريز ولا لا بالعكس يعني الناس كل سوليدير مع بعضها، الناس كل مع بعضها، الناس كل تلعب مقابلات في الربح مع بعضنا وفي الخساره مع بعضنا. دونك كان سجلت هدف ولا اثنين رانا توا الحكايات الكل تبدلت ورانا توا نحكيو في مواضيع اخرى. كره حبتش اليوم على غالب هما معنا من كوزيون واحده ماركيو سير بلاريتي واحنا كيف معنا جبنا برشا بلاريتي وهذيك الكره كاو الماتش تاعهم يتلعب على جزئيات صغار احنا ضيعنا وهما معنا على كره واحده ماركيو خليت روبون كاو. بنزرت في بنزرت ماتش صعيب مع الباركور اللي عملوه عمناول، دونك سيتي با فاسيل باش ننتصروا. بون اليوم نتصور كنا خير معناتها في الانجاجمون في ربحنا لي دويل نتاعنا، ماركينا بونتو وعرفنا كيفاش نستحفظوا عليه. وجه باش رايك سمعنا انه في الليسته نتاع الجولات باش يغادر. انا موجود في الاسبيرونس مازلت في الاسبيرونس. ولادنا ذوك معرقوا في التيران وجابوا تراح وتعبوا سنين، هما نجحوا في حالات والجماهير هزتهم على العناق، وفما حالات الجماهير تغشت كما تغش على الناس الكل. ولاد الترجي مع عائله احنا ما نتصرفوش هكاك. ماتش اليوم تروب مهمين برشا للاسبيرونس باش نقعدوا في الترتيب نحن الاولين. اون بليس صارت لي بنزرت جوارات هابطوا موتيفي ما يلزمهمش يخسروا كونتر اسبيرونس، دونك نحن عرفنا كيفاش نرجعوا ماتشونا اليوم.